السلام عليكم، معكم هشام بكاشي، مجسد شخصية ميلود في مسرحية كلانديستان. كيف كتعرفوا أن الشخصية اللي كتجسدها كتهضر على بزاف ديال الحوايج داخل العرض المسرحي، من ضمنه الهجرة السرية. كيف كتعرفوا أنا جسدت واحد المعاناة ديال واحد الشخص اللي هو جاء مهاجر كما كنقولوا غير شرعي وحراق، وتلقى بزاف ديال المعاناة في اوروبا. ولكن احنا الميساج اللي كنا بغا نوصلوا في هذا العرض المسرحي ان نحاولوا نحسوا الناس، والانسان خاصو الا بغى يهاجر ما يغامرش نفسه وشي طريقه شرعيه ونظاميه. وشكرا. في إطار مشروع رحلة أمينة منظم طرف بروجي توموندو، قدمت فرقة موجة عرض مسرحية كلون دو سان. العرض اللي تيتناول موضوع الهجرة بشكلها النظامي والغير نظامي أو غير شرعي. من هذا المنبر كنشكر صراحة الناس ديال بروجي توموندو، وكنشكر كذلك إدارة دار الشباب الزلاقة اللي كانت فاتحة لنا الأبواب ديالها طيلة أيام اللي شغلنا فيها على الورشات الإعدادية لهذا العرض. وكنشكر مجلس دار الشباب كذلك اللي وفر لنا جميع الظروف المناسبة اللي عاوناتنا باش ننجحوا هذا العمل. صراحة كان حضور جميل اليوم اللي تفاعل بشكل إيجابي مع العرض. كنتمنى أننا نكون وصلنا الميساج والرسالة كما ينبغي. وشكرا للعين بريس لصراحة دائمة المواكبة، تبارك الله عليكم. وشكرا أخي هشام. السلام عليكم، معكم أحمد إيمان، مشرف الجهوية على مشروع رحلة أمينة بجهة بني ملال الخنيفرة. إذن عرض اليوم هو كلونديستان، منظم في إطار مشروع رحلة أمينة. هذا المشروع اللي هو حملة إعلامية وتحسيسية كبرى حول مخاطر الهجرة الغير الشرعية عن طريق طرح بدائل واقعية وملموسة لهذا النوع من الهجرة. المشروع كيتنفذ من طرف بروجي توموندو ملال بشراكة مع إيسكوس فامسي وأنوف اللي هما منظمات غير حكومية إيطالية وإسبانية، وممول بتعاون من طرف الاتحاد الأوروبي. ينفذ على مستوى 4 جهات: جهة بني ملال الخنيفرة، جهة مراكش أسفي، جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الدار البيضاء.